حسن، سؤال اخر قلت لك، لو عينوك وزيرا للثقافه هل تقبل او لا؟ لا، وهل تشوف انه جدو حسن هذاك مكانه ام لا؟ شوف انا ما يكونش كذاب. انا قلتها في البلاطو، لو هذه لو تدخلها في لو زعما مثلا لو مثلا نعم بارز، ما قلت انا نقول لك ما نقبلش، ما كاش منها. نعم. باش ترفض منصب من هذا النوع، الانسان اذا كان قادر يضيف فيه حاجه مش راح تبد. نعم. هذا هو هذا لا. اذا كان راح تكون حضورك زياده بصح باش يقول لك الانسان يرفض المنصب، ما نظنش. ما شكيتش كاين واحد ما نظنش مع منصب. ما نظنش ما نظنش. نعم. نقولها ونقول ما نظنش ما نظنش ما نظنش يعني. ما فيهاش. اي مملم يشهدوا فينا والله مملم، ولا كون يعرف اللي هو لا مستوى لا يديك لا يجيبك بصح يقبل المنصب. صح.